لما عملت أغنية لمحمد فوزي داري العيون بتوزيع معاصر كان عامله مايسترو ميشيل المصري ضمن ألبوم كان اسمه عذورين، والألبوم ده بالصدفة باع 4 مليون نسخة في أول سنة بس، ودي كانت سابقة، يعني كانت حاجة غير مسبوقة قبل كده. فالأغنية اتشهرت جدا داري العيون في وسط الألبوم، والشباب اللي كانوا عايشين في الفترة دي يعني افتكروا ان هي أغنيتي، ان هي مش حاجة من التراث أو حاجة قديمة، لأن هي اتوسعت زي بقية الأغاني التانية، وطريقة الجيل الحديثة اللي حصلت وقتها كان بنفس الطريقة، فناس كتير جدا ما عدا طبعا الكبار اللي عارفين إن هي بتاعت محمد فوزي. فتشجعت، والسنة اللي بعدها رحت عامل أغنية تانية لمحمد فوزي، أغنية عيد الميلاد بتوزيع المايسترو عماد الشاروني، جبنا أوركسترا كبير وكورالات من الكونسرفتوار ومن الأوبرا وكده، وطلعت حاجة ضخمة جدا، معقولة حلوة جدا. برضو الشباب افتكروا وقتها انها اغنية معاصرة، اغنية جديدة يعني من ضمن الالبوم اللي كان اسمه ما تصدقيش، اللي فيه عنوان بيتنا زي ما كان، ويعني برضو اتشهر بس ما باعش 4 سقفنه عالم الغزل، وزعها مودي الامام توزيع غريب جدا وبعيد خالص، لدرجة ان الاستاذ عبد الوهاب كلمه شتم شتيمة اعجاب يعني، لانه ودها في سكة ووداني انا في سكة ان انا ما قلتش، يعني معظم الناس بتقع لما تيجي حد تاني بيقعوا في حكاية التقليد. فاختياره لمطرب شاب ان هو يغنيها حاجة مش سهلة، ووزعها يحيى الموجي ابنه، توزيع حلو جدا. كل الحاجات دي شجعتني ان انا اقدم للوزير فاروق حسني وقتها مشروع 100 سنة قبل. الموضوع كله قايم على التوزيع الجديد، يعني ما هو التراث، ما كل المطربين من حقهم يغنوا الاغاني القديمه بتاع المطربين التانيين او الملحنين التانيين، لكن انك تقدمي ده بشكل معاصر يليق مع الطريقه اللي الناس بتسمع بيها دلوقتي او في كل فتره زمنيه، يعني هي دي المشكله. صعبه انك تجيبي حاجه مثلا لسيد درويش او لمحمد فوزي او لمحمد عبد الوهاب او بليغ حمدي وتعمل لها فعلا توزيعات وقتها بشكل معاصر لوقتها، فتاخديها تاني وتعصريها تاني او تطوريها بشكل مختلف تاني يليق مع الزمن اللي احنا فيه في كل فتره زمنيه، يعني دي مساله مش سهله. لما يجي اي موزع موسيقي يقارن نفسه مثلا باندريا رايدر ولا علي اسماعيل هيلاقي نفسه بيترعش، اذا ما عملش احسن منه مفيش داعي ان هو يقرب منه. المشروع بتاعي عايز مغنيين جامدين يعني عايزين فلازم يبقوا مغنيين قد محمد الحلو. في كتير يعني مثلا لما المعالي الوزيرة نيفين الكيلاني بعتت لي عشان أقابلها ويتعمل المشروع، راح مكلمني، نشرت هي صورة على السوشيال ميديا وإحنا قاعدين بنتكلم في المشروع، وقالت إن وزارة الثقافة هتعمل لعلي الحجار مشروع 100 سنة قبل. فراح محمد ثروت مثلا مكلمني قال لي أنا معاك، أنا يعني إن شاء الله أجي أغني أغنية. فيعني برضو الحكاية دي لطيفة جدا، إنه زمايلك، أنا لو أي زميل ليا بيعمل مشروع وعايزني فيه أروح، مش لازم أدور على فلوس وعلى، يعني احنا لازم نخدم بعض. احنا كنا بندخل الاستوديو نلاقي مثلا محمد الحلو بيسجل اغنية وعايز كورال، ندخل نغني كورال، كنا بنعمل كده مع بعض. يعني هقول لك مثلا ألبوم كان عندي اسمه لم الشمل، عملته ايام حرب الخليج، اللي غنوا معايا مين بقى؟ ابراهيم عيسى، عمرو خفاجي، احمد الحجار، فاروق الشرنوبي، رياض الهمشاري، طارق لطفي ممثل كبير دلوقتي يعني، بس هو بيغني حلو، طارق بيغني حلو، يعني اسماء كتير جدا. فما رضيتش اجيب كورال محترفين، لانه اللي طلع منهم كان شكله يعني طبيعي وحي اكتر بكتير. انا بنتج شغلي من سنه 81، يا اما معايا حد صاحبي يشارك بجزء من الانتاج، يا اما مثلا اعمل تتر مسلسل او جات لي حفل مثلا فيها فلوس كويسه، بعد ما اصرف على الحياه العاديه واولادي وكده بحجز جزء كده وروح عامل بيه اغنيه، وهكذا لغايه ما يتكون عندي مثلا 10 اغاني ينفعوا قلقين على بعض وينفعوا ينزلوا في البوم. ده اللي كنت بقدر اعمله، لانه ما كانش عندي مبالغ يعني بتاعت المنتجين. فهو المشروع اللي مأخره دايما ان انا اقدر انتج اغنيه واحده في كل البوم، ما اقدرش اعمل المشروع بشكله الكبير ده، لازم الدوله هي اللي تبقى واقفه جنبي. وفضلت حاولت يعني ايام ما وديت الموضوع للوزير فاروق حسني ورحت له المكتب وقابلته وقال لي ده مشروع هايل وكده، بعتني لصندوق التنميه الثقافيه وقلت لهم انا عايز اعمل المشروع في شرايط كاست، ما كانتش حتى السيديهات طلعت لسه، وحطيت لهم ميزانيه المؤلفين والموزعين والموسيقيين والاستوديوهات ومهندسين الصوت، كل الميزانيه ما عدا انا.
حتى ساعتها الاستاذ صلاح شقوير استغرب، قال لي طب انت مش حاطط ميزانيه لنفسك ليه؟ قلت له انا ما عنديش فرصه ان انا اعمل رساله ماجستير، انا خريج فنون جميله رسام ومهندس ديكور وكده، فكره ان انا اعمل رساله دي مش في امكاني. فدي بالنسبه لي اهم من اي رساله ماجستير، ان انا مش هقدر امنع الغنى الوحش لانه ليه جمهور، خلاص انا يعني مش هقدر اعمل كده ومش عايز اعمل كده، لكن اقدر قدام اللي بيحصل ده اوري للناس غنى تاني كويس ويبقى قدامهم الحاجتين ويقدروا يختاروا. احنا بنتكلم على 100 سنة غنى، معلش يعني احنا خلينا في 100 سنة غنى.